معبد دندرة معبد يرجع لعصور القديمة، معبد شيد في العصر البطلمي الروماني، معبد دندرة شيد على الناحية الغربية للضفة الغربية لنهر النيل، معبد دندرة يرجع عبادته لعبادة الإلهة حتحور، إلهة الحب والجمال والموسيقى في مصر القديمة. المعبد يتكون من عديد من العناصر المعمارية الذي تراها الآن في مكانها الموجود حاليا، سواء البوابة الرئيسية للمعبد، سواء المميزي الروماني الموجود على يمين الداخل في مسار الزيارة، أيضا وجود لمميزي آخر يرجع لعصر الملك نقنبو أحد ملوك الأسرة الـ30. تفاصيل هذه أو الغرض من هذه العناصر المعمارية كانت من أجل إثبات للملك دوره وتقربه للآلهة واحتفال بميلاده في حضور آلهة المعبد حتحور وحورس، ليثبت له شرعية حكم البلاد. فكان يحتاج الملك إلى بناء لهذه العناصر المعمارية لتثبت أحقيته في حكم البلاد من خلال تمثيله أو مناظر الذي كانت على جدران هذه المباني أمام آلهة المعبد. الجدران المعبد كلها احتوت على مناظر تمثل القرابين الذي كان يقدمها الملك لآلهة المعبد على جدران صالة الأعمدة الكبرى أو الصالة الثانية أو الصالة المستعرضة أو في الغرف الجانبية لقدس الأقداس. كانت أغلب هذه المناظر تمثل للملك أمام آلهة المعبد اللي هو حتحور وحورس وإيزيس. سقف معبد دندرة يختلف عن كل مكان آخر، اتعمل بطريقة إن هو عمل في الأبراج الفلكية وكشف لنا المصر القديم على هذه الأبراج الفلكية للوصول إلى عدد أيام السنة. ومن خلال هذه المناظر الذي يحتوي عليها سقف معبد دندرة معرفة أيام السنة ومعرفة أيام الشهر وأيام الأسبوع، أبراج فلكية اللي استخدمها المصري القديم في تسجيلها على سقف هذه المعبد، أيضا وجود بالسطح لهذا المعبد منظر جميل يطلق عليه الزودياك، وهو أيضا احتوى على الأبراج الفلكية. وعلم الأبراج الفلكية كان بارع عند المصري القديم ووضح لنا ذلك بقوة في معبد أو في سقوف الصالة الأولى والثانية في معبد دندرة. المصري القديم أشار للأعمدة الموجودة في الصالة الأولى وهي عدد 24 عمود، مثل منهم 12 عمود على أيدي اليمين للزائر وأربعة أو 12 عمود آخر للزائر على يد الشمال. مثلت هذه الأعمدة لتأخذ عدد ساعات الليل وعدد ساعات النهار ليجمع عدد ساعات النهار والليل ب24 ساعة، فرمز للعمود بشكل 12 ساعة والجانب الآخر من الصالة ب12 ساعة بعدد 24 عمود تمثل عدد ساعات الليل والنهار. وإحنا هنا يعني يجد التوقيت للتحدث عن الإنجاز الذي تم في إزالة السناج من هذه الصالة أو خاصة الصالة الأولى. قدرنا حاجة اسمها بيطلق عليها العلم السناج، وهي كانت متلاصقة بهذه الألوان في سطح المعبد، وكان فريق من الترميم المصري نجح في خلال الفترة الأخيرة في إزالة هذا السناج للكشف عن كل الأبراج الموجودة في سطح أو في سقف معبد دندرة بالتزامن مع العمل في الصالة الثانية والتزامن مع عمل مع الغرف الجانبية لقدس الأقداس. وصلنا لمرحلة 90% لإزالة السناج والاتساخات التي توجد على السطح أو توجد على الجدران أو تكون موجودة في أماكن مختلفة في المعبد، لأن نستطيع أن نرى الألوان على طبيعتها. وعندما ترى هذه الألوان كأنه الفنان لسه مخلص شغله. المعبد مزار الوحيد المفتوح للزيارة في محافظة قنا، يعتبر قبلة السائحين
في محافظة قنا، معبد يأتي إليه السياح من مختلف دول العالم خصيصا ليرى فيه علم من العلوم التي أرسنا بها المصري القديم. بنستقبل عدد ممتاز جدا لزيارة هذا المعبد. جهود الدولة لا تكل ولا تمل في أعمال الترميم والتطوير داخل المعبد وفتح آفاق أخرى كانت مغلقة لا يشعر بها السائح، أنه هناك عندما يزور معبد دندرة يشعر بكل جديد يتم مختلفا تماما عن الزيارة السابقة.